ديال الميساجات. ودازت ليلى شتو مسرحيه يعني كانت فيها واحد شويه ديال السذاجه، فيها ديك بحال نقول لك ديك البركه ديال الجباله كانت فيها. والحمد لله يعني المسرحيه كانت يعني كتجمع واحد الشله ديال الفنانين الكبار بحال لاله رشيده طلال، التحيحيت، اليزيدي، البنين، نور الدين جبلي وبلدي، مجموعه ديال الفنان ابراهيم خاي، يعني كانوا مجموعه ديال نزهه الشعباوي. عندك نسى شي واحد؟ المهم اللي نسيتو اسمحوا لنا، صافي. المهم راكم تما كاين في هذه الليستا، تبارك الله عليكم كاملين، وكانت عرض رائع، وكان واحد التجاوب ديال الجمهور، وتحيه كبيره لكم وعواش مباركه. جمال بالنسبه لهذا العرض المسرحي، انطلق من مدينه طنجه وتم العرض في مدن اخرى، كاين شي بادره مثلا العرض ديالو مثلا في التلفازه في الخطوه العمومية؟ نعم، لكن كاين 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 كلام، يعني الحمد لله دوزنا في مسرح محمد الخامس، كان واحد التجاوب ديال الجمهور الرباطي، وكانوا فنانين حاضرين، وايضا في الدار البيضاء كذلك نفس القضيه، وكان كاين اقتراح يعني حضروا الناس ديال لاتيلي، وان شاء الله يا ربي غادي يتصور هذا العرض هذا، وان شاء الله يتمتع به الجمهور اللي بان هذه المسرحيه. بالنسبه لي انا امازيغيه، انا ممثله الحمد لله، وهذا الشيء عندي في الدم ديالي، يعني الفن شي حاجه كبيره، وبالخصوص هذه المسرحيه، ومعمرني انا مثلت مسرحيه باللغه العربيه، كنمثل الافلام ومسلسلات باللغه العربيه، ولكن بالنسبه للمسرح المسرح صعيب، ماشي بحال التمثيل. المسرح منك الجمهور، منك مش صعيب، ماشي بحال التمثيل. التمثيل كيكونوا فيه المشاهد كيكون تقطيع انت والسيد اللي كتمثلي معاه. وباش عجبتني انا هذه المسرحيه، فيها تنوع بزاف، وهي استعراضيه، ما تيملش الجمهور اللي تيجلس، يعني ما كيجيش داك المل اللي بقى غير جالس. يعني فيه الاغاني، فيه الاغاني اللي فيهم متنوعين، فيهم ديال الصحراء، فيهم ديال نحن الامازيغيين، فيهم ديال الجباله، بالخصوص اغاني جباله جميله، فيهم موسيقى جميله، الكلمات جميله، الموضوع ديال المسرحيه كلها كتهضر على الجباله. وحنا زوينه لينا هذه المسرحيه، ما عرفناش حنا كاع التقاليد ديال الجباله كيفاش دايره، وشنو هي، كيفاش حنا بالخصوص الثقافه ديال الجباله. واخا حنا في المغرب الحمد لله كلنا حنا مغاربه، ولكن كل منطقه عندها التقاليد ديالها باش معروفه. والحمد لله انا فرحانه بزاف يعني بلي انا مشاركه في هذه المسرحيه ديال الجباله، شي حاجه كتشرفني. وتنشكر بزاف الجمهور، حتى هما مساكن اللي كيجلسوا معنا وكيعطيونا واحد القوه باش كنخدموا معاهم، وتنشكرهم بزاف، وكنقول لهم عواشركم مبروكه. السلام عليكم وتبارك الله عليكم، وتحيه كبيره لكم. كنشكر جميع المواقع اللي حاضرين معنا اليوم في هذا العرض المسرحي، وسمحوا لي يلاه كملنا السبيكتاكل، باقي الحجوره شويه مسكينه عيات. المهم العرض هو يعني كيتحدث على واحد الفقيه ساكن في مولاي عبد السلام، وغيجيو عنده يعني اصدقاء ديالهم من جميع انحاء المغرب، من الصحراء، من سوس، من الريف، من الدار البيضاء. فهنا شكلت واحد الكشكول مغربي اللي عطى واحد البلاطو، واحد الطبق دسم فوق الخشبه. شفنا التراث الجبلي، التراث يعني الامازيغي، التراث الريفي، التراث ايضا يعني الدكالي والصحراوي. فهي من خلال ديك الاصدقاء ديالو كيسولوا على مجموعه الاشياء اللي كان يعني كيتثبت بها المنطقه الجبليه اللي هي مولاي عبد السلام، ومن خلالها يعني بحال هي كمدرسه، يعني عرفنا واحد المجموعه ديال الاشياء من خلال هذه المسرحيه هذه، وتمروا واحد المجموعه ديال الميساجات. ودازت ليلى شتو المسرحيه يعني كانت فيها واحد شويه ديال السذاجه، فيها ديك بحال نقول لك ديك البركه ديال الجباله كانت فيها. والحمد لله يعني المسرحيه كانت يعني كتجمع واحد الشله ديال الفنانين الكبار بحال لاله رشيده طلال، التحيحيت، اليزيدي، البنين، نور الدين جبلي وبلدي، مجموعه ديال الفنان ابراهيم خاي، يعني كانوا مجموعه ديال نزهه الشعباوي. عندك نسى شي واحد؟ المهم اللي نسيتو اسمحوا لنا، صافي. المهم راكم تما كاين في هذه الليستا، تبارك الله عليكم كاملين، وكانت عرض رائع، وكان واحد التجاوب ديال الجمهور، وتحيه كبيره لكم وعواش مباركه.